هناك العديد من الأطعمة التي يخضع سعرها لتقلبات السوق، لكن في الوقت نفسه تظل هناك أطعمة لا تتأثر بهذه التقلبات، وإن حدث تبقى الأعلى دائما. وفقا لموقع الاستفارس، يأتي الكافيار على رأس هذه القائمة، يليه الزعفران، فيما يلي قائمة بأغلى 10 أطعمة في العالم. الكافيار. كافيار الحيتان البيضاء هو أغلى طعام في العالم، إذ يصل سعر الكيلوغرام إلى 5000 دولار، وقد يتراوح سعر كيلو النوعية الفاخرة منه بين 10 و25 ألف دولار، ولذا يعتبر الطعام المفضل لدى أثرياء العالم. يستخرج الكافيار من بيض الحيتان البيضاء التي تتواجد غالبيتها في بحر قزوين، ولذا فالدول المصدرة للكافيار هي تلك الدول المطلة على بحر قزوين، مثل إيران وروسيا وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان، حيث تزود هذا العالم بنسبة 85% من الكافيار. ويرجع هذا الارتفاع الخيالي في سعر الكافيار إلى عدة أسباب، منها قلة عدد الدول التي تنتجه، وقلة إنتاجه بسبب تناقص أعداد الحيتان البيضاء، وصعوبة استخراجه، حيث إن هذا النوع من السمك قد يستغرق 20 عاماً حتى يصل إلى مرحلة النضج. ومن أهم أسباب ارتفاع سعر الكافيار سمعته العالمية كمنشط جنسي. الزعفران. يعتبر الزعفران أغلى التوابل المجففة في العالم، ويصل سعر الرطل الواحد منه إلى أكثر من 2000 دولار، لأن الحصول على رطل واحد من الزعفران يتطلب زراعة ما يعادل ملعب كرة قدم من الأزهار. ينتمي الزعفران إلى فصيلة السوسونيات، وأهم مواطنه إيران وإسبانيا وكشمير الهندية، ويقطف يدويا من الزهور المتفتحة، ثم يجفف ويؤخذ اللون الأحمر المائل إلى البرتقالي، ويتميز برائحة نفاذة، ويحفظ في عبوات محكمة. وبالإضافة إلى استخدامات الزعفران المتعددة في الطعام كمحسن للنكهات وملون، فهو يتمتع بمميزات طبية عديدة، حيث إن العديد من الدراسات والأبحاث أشارت إلى أنه يحتوي على 150 مادة يعتبر بعضها مضاد للأورام السرطانية، كما أن الزعفران يتمتع بسمعة شعبية كمقوّن جنسي. الكمأة البيضاء. الكمأة البيضاء، وتعرف في دول الخليج باسم الفقع الأبيض، تعتبر أجود وأغلى أنواع الفطر. فالكمأة فطر بري له رائحة تشبه رائحة الجوز، يظهر في الصحراء بعد سقوط الأمطار الرعدية بعمق 15 سنتيمتر تحت الأرض، ويوجد في دول الخليج والعراق وبلاد الشام وفرنسا وإيطاليا وشمال أفريقيا، وأفضل وقت للعثور عليه وقت الفجر، ثم يحفظ في مكان بارد ومظلم، ويفضل تناوله طازجا. تتمتع الكمأة البيضاء بشهرة عالمية، وبسبب ارتفاع سعرها فهي تقدم في عدد قليل من مطاعم العالم الكبرى. وبالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية، رصدت الكثير من الدراسات الخواص الطبية النادرة للكمأة، وعلى رأسها أنها منشط جنسي. وتباع الكمأة البيضاء بأسعار خيالية، ففي عام 2005 بيعت كمأة وزنها 2.6 كيلوغرام بمبلغ 112 ألف دولار في مزاد علني، كما دفع أحد عشاق الكمأة البيضاء 330 ألف دولار عام 2007 ثمنا لكمأة بيضاء تزن 1.5 كيلوغرام عثر عليها في صحراء إيطاليا. ستيك كوبي. تعتبر شرائح لحم بقر كوبي أشهر شرائح لحم البقر التي تقدم في أفخم مطاعم العالم، وتعود التسمية إلى مدينة كوبي اليابانية. ويمكن أن يصل سعر الرطل الواحد من شرائح ستيك كوبي إلى 300 دولار. سبب ارتفاع سعر ستيك كوبي يرجع إلى التكاليف الباهظة في تربية البقر التي تؤخذ منه هذه الشرائح. ففي اليابان يتم الحفاظ على سلالات هذا النوع من البقر منذ مئات السنين، وتجرى تربيته وتغذيته وفقا لتقاليد يابانية تمتزج فيها السرية بالصرامة، ومنها تخصيص جلسات تدليك له وتغذيته بالحبوب وتقديم جرعات من البيرة له، بالإضافة إلى توفير بيئة مثالية له، وهو ما جعل ستيك كوبي علامة تجارية مسجلة عالميا تجمع بين السحر والنكهة الفريدة. وتحتوي هذه الشرائح على دهون غير مشبعة أكثر من أي لحم بقر آخر في العالم. حساء عش الطائر.
حساء عش الطائر واحد من أهم الوجبات ذات الشعبية التي تقدم في المطبخ الصيني منذ 400 عام، ويكلف طبق الحساء الواحد أكثر من 100 دولار. يجلب هذا الحساء من عشش طيور السمان، وهي طيور صغيرة الحجم تشبه طائر السنونو، ويستغرق بناء الأعشاء 35 يوما تقوم خلالها الطيور ببنائها عن طريق لعابها، وهو يشبه مادة جيلاتينية تحتوي على مستويات عالية من الحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم. وبعد اكتمال هذه الأعشاش تطهى في مرق الدجاج لتنتج حساء لذيذ المذاق، يعتبر من أغلى الأطعمة التي يتناولها البشر. جراد البحر. يشكل جراد البحر تجارة كبيرة يبلغ حجمها ما يعادل 2 مليار دولار سنويا. وجراد البحر أو الكراكند من القشريات، ويمكن أن يصل حجم الواحد منها إلى 20 كيلوغراما. ويتمتع جراد البحر بشعبية كبيرة حول العالم، خاصة بين عشاق المأكولات البحرية، ويعتبر من ألذ وأغلى الأطعمة على مستوى العالم بسبب ما يحتويه من العديد من الفيتامينات والمعادن. ويتراوح سعر الطبق الواحد من جراد البحر ما بين 50 و100 دولار. فطائر الفواغرا. فطائر كبد الأوز أو ما يطلق عليه بالفرنسية فواغرا، واحدة من أغلى الأطعمة في العالم. وعلى الرغم من أن هذه الفطائر موجودة على مستوى العالم، فإن فرنسا أكبر منتج لها ومستهلك لهذه الفطائر التي تعتبر جزءا من التراث الثقافي الفرنسي. ومن أجل الحصول على وزن أكبر للكبد يجرى إطعام الأوز قسريا من خلال وضع أنبوب أسفل الحلق إلى درجة أنه يصبح غير قادر على المشي، وهو ما يجعل أصحاب مزارع الأوز يتعرضون لانتقادات حادة من جمعيات حقوق الإنسان، وجعل بعض المدن تحظر طهي هذه الفطائر في مطاعمها مثل مدينة شيكاغو الأمريكية. ويتم إعداد فطائر الفواغرا بعدة طرق، لكنها جميعا تشترك في طهي كبد الأوز طهيا خفيفا على نار هادئة بالزبدة، وتؤكل ساخنة أو بعد تبريدها. ويصل سعر طبق الفواغرا إلى 300 دولار في بعض المطاعم الفاخرة. فطر ماتسوتاكي. لسنوات طويلة مضت يعتبر الفطر أحد المكونات الأساسية في المطبخ الآسيوي والكثير من مطابخ العالم، ويوجد في العالم 100,000 نوع من الفطر. لكن فطر ماتسوتاكي الذي ينمو بشكل أساسي في اليابان والصين وكوريا يعتبر أغلاها في العالم على الإطلاق، ويصل سعر الكيلوغرام من فطر ماتسوتاكي إلى 90 دولار. لكن سعر النوع الياباني منه الذي يقدم في أفخر مطاعم العالم يرتفع إلى 2000 دولار. ويرجع سبب ارتفاع سعره إلى أن هذا النوع من الفطر ينمو تحت أشجار الصنوبر، ولذا تعتبر عملية جنيه مرهقة ومكلفة بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية. أسماك الفوغو. أسماك الفوغو واحدة من أغلى الأطعمة التي تقدم في مطعم اليابان وأغربها، فالفوغو من أكثر الأسماك السامة، ويموت العديد من الأشخاص في اليابان سنويا بسبب تناولها. ورغم ذلك تعتبر من أغلى الأطعمة في العالم، حيث يتراوح سعر الطبق ما بين 100 و200 دولار. ويحتاج طهي سمك الفوغو إلى خبرة ومهارة خاصة، بحيث يتم نزع السم من السمك ثم يقطع إلى شرائح رقيقة، مع ترك كمية ضئيلة من السم لا تسبب أذن لمن يأكله. لذلك يخضع طهي سمك الفوغو إلى قيود صارمة، ولا يسمح للطهاة بطهيه إلا بعد مرورهم بتدريب صارم لمدة تتراوح بين 2 و3 أعوام. وبعد وصولهم إلى مرحلة من المهارة يأخذون تصريحا بطهيه، وتقدم وجبات سمك الفوغو مع تحذير يشير إلى إمكان موت من يتناوله. المحار. ينتمي المحار إلى الرخويات، ويعيش في المياه المالحة والعذبة، ويعتقد أنه يوجد في بحار العالم أكثر من 30,000 نوع منها. ويتغذى المحار على الكائنات الحية الدقيقة، وتنتج بعض أنواعه أجود أنواع اللؤلؤ. ويعتبر المحار وجبة غالية الثمن في الكثير من دول العالم، خاصة في بعض الدول المطلة على البحر، وهو يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، ويتميز بسعراته الحرارية المنخفضة، ويمكن تناوله بعد طهيه أو نيا مع الليمون. وينظر إلى المحار في العديد من دول العالم على أنه منشط جنسي.
نتمنى لكم قضاء وقتا طيبا وممتعا مع قناة المجلة. لمشاهدين الجدد اشترك الآن كي يصلك منا جديد الفيديوهات. لكم منا كل التحية والاحترام، فريق عمل قناة المجلة.